علي ايوب، انا عايز اعرف من حضرتك النهارده واحنا قدام المحكمه الدستوريه العليا ايه اللي حصل بالظبط مع سياده القاضي رئيس المحكمه. بدايه ورد تقرير المفوضين الدستوريه العليا، التقريرين وردوا لصالحنا، لصالح حكم الاداريه العليا، بتأييد حكم الاداريه العليا بعدم قبول منازعتي تنفيذ هيئه قضاء الدوله اللي اقامتهم نيابه عن الحكومه المصريه، اللي تصرفت في ابرام الاتفاقيه اللي تم التفريط فيها من خلالها عن تيران وصنافير. المنازعتين تنفيذ صدر فيهم تقرير مفوضين بيعطونا الحق في التمسك بما انتهى اليه حكم الاداريه العليا، وان حكم الاداريه العليا هو النافذ وهو الذي صدر من محكمه مختصه ولائيا وفقا للماده 190 من الدستور. وتقرير مفوضين انتهى الى رفض عدم قبول الدعوين، لان حكم الاداريه العليا حكم صحيح وتوافق مع صحيح القانون. ترافعنا في الدعوه ودفعنا الدفوع القانونيه الشكليه والموضوعيه، وصممنا على حجز الدعوه للحكم دون مذكرات في اسرع وقت ممكن. طلبنا من المحكمه وناشدنا المحكمه في اسرع وقت ممكن قبل انزال العلم المصري وقبل نشر موافقه البرلمان في الجريده الرسميه واصدار قانون بهذا الشان. فطلبنا من المحكمة الدستورية حجز الدعوين للحكم منازعتي التنفيذ. أما بالنسبة لطلب التنازع اللي هو 12 لسنة 37، طلبنا تحديد جلسة عاجلة لنظر الشق الموضوعي فيه، لأن كان صدر شق عاجل، هو ده اللي حصل لبس عند الناس. حصل صدر شق عاجل من ذات الدائرة من رئيس المحكمة وفقا للسلطة المكونة له قانونا بوقف جميع الأحكام الخاصة بتيران وصنافير لحين نظر المنازعات الموضوعية. وبالفعل اليوم نظرت المحكمة الدستورية العليا منذ قليل، انتهينا من المرافعات وقدمنا المستندات اللازمة وصممنا على ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدستورية العليا، وكلنا أمل في قضاة المحكمة الدستورية العليا كما كان لدينا كل الأمل في قضاة القضاء الإداري وقضاة الإدارية العليا وجميع قضاة مجلس الدولة. طيب أنا كنت حاضر للجلسة وسمعت القاضي وهو بيقول، القاضي رئيس المحكمة رئيس الجلسة، وهو بيقول إن دي قضية بحث. كان يقصد إيه القاضي؟ قضية بحث، فإحنا ردينا على ده في مرافعاتنا وقلنا إن إحنا بحثناها على مدى 8 أشهر أمام المحكمة الإدارية العليا، وأثبتنا قبل أن نرد على الدفع بأعمال السيادة، أثبتنا قبل كل شيء أن هذه الاتفاقية مخالفة لأعمال السيادة، وليست من نطاق أعمال السيادة، ولكنها تصرف من الحكومة كسلطة إدارة وليس سلطة حكم، فبالتالي تخضع لقضاء المشروعية وتخرج عن نطاق أعمال السيادة. وردينا على ما أورده المستشار في كلامه أنها قضية بحث، هي بالفعل قضية بحث، وقلنا أمام المحكمة أننا قطعنا شوط طويل أمام الإدارية العليا ومن قبلها أمام القضاء الإداري، وأثبتنا ملكية الجزيرتين، وبعد ذلك ردينا على الدفع بأعمال السيادة وأخرجنا عمل الحكومة من نطاق أعمال السيادة. فهذا ما كان يقصده المستشار. وبالتالي بعد أن انتهينا من المرافعات طلبنا حجز دعوة للحكم بعد أن تمسكنا بتقرير مفوضي الدستورية العليا. آخر سؤال لحضرتك، إحنا دلوقتي في انتظار إيه بالظبط؟ في انتظار قولة حق ينطق بها قضاة المحكمة الدستورية العليا في منازعتي التنفيذ، وفي انتظار الفصل الموضوعي في طلب التنازع الذي صدر فيه الشق العاجل بوقف جميع أحكام تيران وصنافير.